أحسن الله إليكم. هذا يسأل بارك الله فيكم، سوء الظن لا شك أنه من أمراض القلوب، فما حقيقته وأسبابه وطرق علاجه؟ سوء الظن منهي عنه، وبعضه أشد من بعض، فسوء الظن بالله عز وجل هذا كفر. سوء الظن بالله عز وجل هذا كفر، وكذلك سوء الظن بالناس الأبرياء. فالأصل في المسلم السلامة والحمد لله، فيحسن الظن بأخيه ولا يسيء به الظن، لأن المسلم الأصل فيه الخير والأصل فيه العدالة، ما لم يتبين فيه خلاف ذلك. نعم.